شيرين عبد الوهاب تتهم شركة روتانا بمحاولة تدميرها. اللي حصل بالظبط ان اعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب ان شركة روتانا بتحاول تدميرها، وقالت بالظبط ان تم الفسخ بين روتانا وشيرين عبد الوهاب من فترة، وتم دفع 8 مليون جنيه كشرط جزائي. يعني كده شيرين عبد الوهاب بعيد تماما عن روتانا، وروتانا مش متحكمة فيها، فشيرين عبد الوهاب هي حرة تختار اي شركة تانية تتعاقد معها. لكن شركة روتانا بتقول ان لسه العقد ساري، وما ينفعش اي شركة تانية تكون مع شيرين عبد الوهاب الا وستقاضي شيرين عبد الوهاب. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.